مرحبا للجميع، يعني يعطيكم العافيه. بعد عدد الفيديوهات اللي عملتها عن دوله قطر، وان انت ممكن تيجي على دوله قطر إذا انك انت لحتى تلاقي شغل، او لحتى انك انت تيجي سياحه، او لحتى انك انت تعيش في دوله قطر، اجوا عدد من الاصدقاء والناس اللي تابعوا الفيديوز وصاروا يسالوني باكثر من مره انه وين انا ممكن اروح، كيف ممكن اتسلى، وين الاماكن اللي ممكن اقعد فيها في دوله قطر، ايش ازور في دوله قطر. وبصراحه اخر شيء كان صديقه عزيزه من الاردن سالتني عشان هي جاي بس لمجرد 5 أو 7 أيام في دوله قطر، وين الاماكن ممكن تروح لها. علشان هيك انا حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو، خلينا نشوف وين الاماكن اللي احنا ممكن نزورها في دوله قطر. قبل ما نكمل او قبل ما نبلش الفيديو، يا ريت مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب، اعمل لايك، اعمل شير للفيديو لحتى ينتشر باكبر صوره ممكنه. خلينا نبلش. مرحبا جميعا. من اهم الاماكن اللي انت لازم تزورها اذا كنت في دوله قطر هي طابع خلاص انت لازم تروح تزورها، اللي هي سوق واقف، تفير، كتارة، ولوسيل. هذول 4 أماكن من الأماكن اللي أنت يعني معروف إن إذا أنت جيت على دولة قطر لازم تزورها. سوق واقف هو عبارة عن سوق، خليني أحكي بطابع التراث التراديشنال القديم، كان استخدم عبارة عن سوق، واليوم هو صار سوق مع وجود كافيهات ومطاعم ومحلات تجارية وإلى آخره. أنت بتقدر تقعد، إذا أنت بترقل في أماكن ترقل فيها، إذا أنت بدك تأكل في أماكن تأكل فيها، تشرب فيها، تلف، تصور، تعمل أي شيء أنت بدك إياه. مكان كثير مسلي ومكان كثير حلو، خاصة في فصل الخريف والربيع والشتاء. فهذا من أحد الأماكن أو من أول الأماكن اللي أنت راح تحطها في بالك عشان تروح على دولة قطر. المكان الثاني اللي انت راح تروح اكيد عليه في دولة قطر، واللي هو ذا بيرل. ذا بيرل راح تروح على مكان اسمه اللؤلؤة، هو عبارة عن مجمع كثير كبير، او خلينا احكي جزيرة كبيرة، او خلينا احكي مكان فيه أبنية سواء سكنية، تجارية، محلات، كافيهات والى اخره. انت ممكن تقضي فيه وقت كثير طويل، إذا انك تسكن فيه او تشتغل فيه، او تروح فقط عشان انك انت تقعد في كافيه او مطعم او whatever في هذا المكان. من الاماكن اللي انا كثير بحبها في ذا بيرل المكان اللي اسمه كانال كارتييه، وهي القناة خلينا احكي او المكان هي عبارة عن مكان يعني تحس حالك انت موجود في فينيس، مكان عبارة عن انهار ومباني ملونة وكافيهات والى اخره، فهو من الاماكن اللي انت كثير حلو انك تروح عليها. المكان الثالث اللي هو كثارة، كثارة عبارة عن كلتشرال فيليج، فيها مسارح، فيها قاعات، فيها بازارات، فيها جاليريز، فيها مطاعم، فيها كافيهات، فيها شط، فيها مكان ترقل فيه، تاكل فيه، تشرب فيه، او حتى اذا انت بس رايح لهذاك المكان لحتى انك انت تتمشى، وبيعمل فيها ايفنتس كثيرة، وصراحة مكان كثير مسلي ومكان كثير حلو. المكان اللي بعده هو لوسيل، وهو مكان جديد عم تنبنى في دولة قطر، او مدينة جديدة عم تنبنى في دولة قطر، خلينا نحكي مودرن بطابع كثير عصري، وحاليا او من فترة قصيرة فتحوا فيها الكورنيش تبع لوسيل. مكان كثير حلو انك انت تتمشى فيه، تقعد فيه اذا انت كنت رايح انت واصحابك، انت واهلك، انت وحبايبك، فهو مكان كثير لطيف انك انت تكون موجود فيه. وللعمارة انت راح تشوف ديزاينز ومباني كثير حلوة، راح تعطيك افكار انك انت يعني ترفرش يور مايند. من الاماكن اللي انت كمان اكيد راح تزورها كورنيش الدوحه. كورنيش الدوحه هو مكان يمتد 7 كيلومتر تقريبا، انك انت تتمشى فيه، بتعمل رياضه فيه، بتقعد فيه، هو على البحر، في كافيهات، في مطاعم، فبرضه مكان مسلي. من الاماكن اللي انت راح تزورها اكيد في دوله قطر ديفينتلي اذا كنت جاي على دوله قطر، المكان اللي انا عم بصور فيه حاليا اللي هو متحف الفن الاسلامي. متحف يعكس الفن الاسلامي، بيعملوا فيه بازارات، بيعملوا فيه معارض، وهو فيه اصلا كافيه، وفي يعني مطعم صغير خلينا نحكي تقدر تقعد فيه، وفي فاسيلتيز انت ممكن تشوفها، شيء كثير حلو، الديزاين تبعه كثير حلو، بيعكس التصميم المعماري والافكار المعماريه بطريقه عصرية. من الأماكن اللي أنت كمان أكيد 100% راح تزورها اللي انفتح جديد مقابل أو قريب على متحف الفن الإسلامي، واللي هو متحف قطر الوطني. متحف قطر الوطني هو متحف بطريقة جدا عصرية يعكس أهم السيمبولز الموجودة للخليج ولدولة قطر، اللي هي وردة الصفاء. وبهذه الطريقة أنت بتكون أو بهذا المكان أنت بتكون استكشفت هذا الكونسبت، والسبيس الداخلية والخارجية فيه كثير 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 لطيفة. من الأماكن اللي أكيد راح تزورها في دولة قطر، في عندنا مسجد محمد عبد الوهاب موجود في الدوحة، وهو من أهم المعالم خلينا نحكي الإسلامية المعمارية، تحفة أنا بالنسبة لي، والأتموسفير تبعه خيالي وإشي كتير حلو لازم تزوره. وعلى خلينا نحكي الجهة الثانية من الموضوع، أنت أكيد راح تزور الإديوكيشن سيتي، المدينة التعليمية، واللي موجود فيها مسجد المدينة التعليمية، واللي هو برضه أنا بالنسبة لي أشوفه تحفة وإنجاز أو
تحفة معمارية بتصميم لطيف بيغير مفهوم المعماري أو بيغير مفهوم التراديشنال للتصميم المعماري للمساجد في الدولة الإسلامية. خلينا نطلع شوي من المصحف والمتاحف. انت اكيد راح تزور حدائق، ومن الحدائق اللي انت ينصح انك انت تروح عليها حديقه الشيراتون، حديقه فندق الشيراتون، حديقه المتحف الاسلامي اللي هو المكان اللي انا موجود فيه حاليا، خلينا احكي حديقه البدع، واسبير زون. اسبير زون هي مكان رياضي. في اسبير زون راح تلاقي فيه عندك اماكن كثير مفتوحه خضراء، واماكن للعب، اماكن للقعده، وانشطه كثير راح تقدر انك انت تعملها. اذا بعدنا شوي عن الباركس، باي ذا واي من حكيت عن الباركس وحكيت عن متحف او حكيت عن حديقه الشيراتون، فديفينتلي لازم تزور الشيراتون، لازم تدخل جوا الشيراتون تشوف اللوبي تبعه، تشوف الانتيريال ديزاين تبعه، تشوف الاركتكتشر موجوده برا، وتشوف حديقته وتشوف الشط. في ناس اكيد راح يجوا على دوله قطر، واكيد في هذه الفتره راح يعملوا شوبينج من الاماكن اللي انت راح تروح عليها. فيلاج مول ديفينتلي، دوحه فيستيفال سيتي اكيد، قطر مول اكيد، الحزم مول مليون في الميه، هذول اماكن انت لازم تزورهم. داخل جو سوري داخل دوحه فيستيفال سيتي من المشاريع اللي انا كنت واحد من التيم اللي بيشتغلوا على المشاريع هاي، اللي هو الانترتينمنت سنتر الموجود في دوحه فيستيفال سيتي. الانترتينمنت سنتر الموجود جوا الدوحه فيستيفال سيتي، واللي هو راح تلاقي فيه الانجري بيردز مقسوم الى تو زونز، اندور واوت دور، الفيرتشوسيتي، الجانيفرس، سنو ديونز الموجوده في دوله قطر. الحمد لله انا كنت واحد من الاثنين اللي اشتغلوا على هذا المشروع، وكان مشروع كثير لطيف تقدر تزوره وتقدر برضه انك انت تشوفه. من الاماكن اللي كثير انت لازم تزورها اللي هي برا الدوحه، انك انت تروح على الصحراء، تروح على الديزرت مثلا. راح تقدر تروح على مكان اسمه خور العبيد، هذا لازم تروح عليه. يعني اذا جيت على قطر فانت من الاماكن اللي راح يروح عليك مش عمرك اذا انت ما رحت عليها، بس لازم يكون معك 4x4 او انك انت تعمل بوكينج على الاماكن او في او مع المجموعات اللي بيعملوا هاي الرحلات. حكينا خور العبيد، تقدر تروح على السي لاين اذا انت مش كثير حابب تبعد. سي لاين هو مكان شط مع اكتيفيتيز تقدر تعملهم، في مكان للعائلات، في مكان خلينا نحكي للسنجلز او للشباب او للناس اللي ما معهم عائله، فانت ممكن تروح على السي لاين تقضي وقت. يعني اقل شيء بدك تقضي لك ليله بهذا المكان عشان تكون اخذت هاي الاكسبيرينس الموجوده في دوله قطر. والسفاري الموجوده في الصحراء صراحه من الاشياء اللي يعني كثير اميزنج اللي انت ممكن انك انت تعملها في دوله قطر. اخر مكانين راح احكي لك اياهم، راح تروح زي سوق وقت اللي حكيناه باول فيديو، لكن هو موجود في الوكره، وهو الوكره بيتش او الوكره سوق، اللي هو سوق وقت لكن موجود على شط البحر. اخر مكان راح احكي لك اياه واللي هو الدوحة، او خلينا احكي الدوحة ميرور او الدوحة سكايلاين، اللي هو الويست فيه، واللي هو المكان الموجود فيه الابراج. اذا انت حدا راح تشوف العمارة فانت لازم تروح على الويست فيه تشوف هاي او هذا المكان اللي انا عم بحكي لك عنه. ان شاء الله كنت شملت معظم الاماكن اللي انت راح تروح عليها في دولة قطر، واللي انت راح تكون كثير انترستد انك انت تزورها، واللي انت راح تكون كثير انترستد انك فيها تقضي وقت وتعطيها وقت من الرحلة تبعك. ان شاء الله الكل يقدر ينبسط في دولة قطر، ان شاء الله الكل انه يوصل للهدف اللي جاي عشانه في دولة قطر. شكرا لكم، يعطيكم العافية، وإن شاء الله بشوفكم في قطر. إذا لقيت إنه هذا الفيديو من الفيديوهات اللي أنت شايفها مفيدة واللي راح تفيد حدا غيرك، فبتقدر تعمل لايك، شير، سبسكرايب بليز لهذا الفيديو، وانجوي يور تايم. مع السلامة.